مسيرة متواضعة قضى معظمها مع ماينز الألماني، خسائر متتالية وخيبات أمل مستمرة جعلت منه رجلاً حديدياً في التعامل مع مشاعر الهزيمة، وتوصل إلى معنى مهم: لا تدع الهزيمة تعاقبك مرتين. يورغن كلوب المدير الفني لليفربول حقق جميع إنجازاته المهنية بعد اعتزاله كرة القدم، وفلسفته بسيطة: 30% تكتيك، 70% بناء روح ووحدة الفريق. كلوب الرجل العادي كما يصف نفسه، يتعامل مع لاعبيه كأخ أكبر وصديق لهم، وله جملة شهيرة: أنا مسؤول عن الهزائم والأولاد مسؤولين عن الانتصارات. على مدار فترته مع ريدز، دعا كلوب عائلات اللاعبين إلى معسكرات تدريب ورحلات صيفية مختلفة، لأنه وفقاً لقناعته إذا كانت الأمور ليست على ما يرام في المنزل سينعكس ذلك على أرض الملعب. في أول حوار معه بعد انضمامه للفريق الإنجليزي قال جملة مهمة: نحن لسنا أطباء، لا ننقذ الأرواح، ومهمتنا مساعدة الناس على نسيان مشاكلهم لمدة 90 دقيقة، ويبدو أنه نجح.